في وسط رحمة. بص ده الفيو بتاع الشقة، بص هنا كده، بص على اللاند سكيب والبولز بتاعت الأجرس والبلكونة وكذا حاجة. هنا ريسبشن معانا تو بيسز، المطبخ بتاعها ما شاء الله كبير، التكييف كلها كونسيلد. تمام اوكي. انا التويلت، ذيس تويلت دي الأوضة اللي هي شغالة ولاد، الأوضة فوق يعني الساعة تحت. الله حلو الفكرة دي. وفي حمام على اليمين. دي أوضة مع تويلت وبسلم. اشرحها لك. لا حلوة دي أوي. أوضة كده مش شايف المستخبية دي، جميلة أوي. أنا رسمتها خليتها حمام ميني ستوديو كده، كأنها ريسبشن. وهنا الاوضه بالتكييف. انا لا اصلا هنا على فكره